السلام عليكم ورحمة الشباب، معكم سيركم مقطع جديد من لعبة كود وورد وور 2 أو كود 14. بس طبعا شباب بدي أحكي لكم أول شيء إني معلش تأخرت شوي، لهم نزلت المقطع إلي تقريبا 8 أيام أو 9 أيام مش منزل، سحبت سحبة طويلة. بس كنت حابب إني أنزل فيديو كود أول شيء أنزله، وكنت بدي أنزل باتل جراوندز أو أي لعبة ثانية، كنت بدي أنزل كود. بس هسا طبعا راح نبلش ندخل، طبعا بلعب بالسنايبر، وطبعا عشان اني طلبت بري اوردر قدرت اشتري سلاح، وهذا السلاح اللي اشتريته بيفتح على ليفل 52. هسه تجربه اسمه بار، سلاح مبين عليه يعني خرافي، هذا يعني هذا هو اخر سلاح تفتحه في ليفل 52 تقدر تفتحه، حاليا لساته ليفل 12 تقريبا. بس راح ادخل والعب مباراة، راح اجرب بجوز العب اكثر اشي اكثر من اشي، خلينا نقول نلعب في تيم ديث ماتش. انا بلعب بالسنايبر وبرضه معي اشي بيساعدني اني ابدل بين السنايبر والرشاش في اي وقت بدي اياه، فخلونا نبلش. وهي هذا هو، هذا هو السلاح البار بيجي مع السنايبر. هذا هو البار، وهذا هو السنايبر اللي انا بستعمله في الاصل. هذا ما بمنيح للسنايبرات، فاظن اول شيء راح العب بسنايبر وانا بجرب الرشاش اللي فتحته جديد. ملاكي اكيد ملاكي واحد من هناك، هيو ما هون. خلينا نشوف هذا السلاح كيف اشتريناه بالشكل الذهبي اللي اخذناه البري اوردر. اوكي دخلت انا بين كل الام، مش المفروض اعمل هيك. تاهي جبنا وين شفت في واحد هون. اوف اسمع صوت بس مش شايف الشيء. هاي جبناه، هاي جبنا الثاني. سوينا وين اختفوا؟ هاي هناك واحد صرته بس ما مات، اخذنا اسست عليه. اوه جبته دام، توقعتش هاي الضربة تيجي. صرت وسامات خلينا نستعمل هاي وناديهم. اوه لا كنت راح اتخلص، اجاني السنايبر قتلني. لا راح كل النقاط اللي من اول الجيم بجمع فيهم. في واحد هون كديت طخيت عليه ما مات. هون في ناس اظن، وين في ناس تحتنا؟ قادر اصيبهم. هذا جماعه اخ قدر يجيبني. صحيح عمل لك كلان اللي هو اسمه كيرا، انا حارس من هذا الكلان، فيب تركنا الكلان القديم وعملنا هذا الكلان. ما هم شنبوني، في واحد ورانا. ما كنت عارف شو بيسوي ورانا. فزنا كاري للفريق. انا كثير تحت يا باي، مش بلاف ذا جيم. كم كل جاب؟ بس كلين كل واحد
شافش إشي مميز فيها. طيب خلينا نكمل نظبط أحسن في الجيم اللي بعده. تمام. اوف كانش معي رصاص ولا كان جبته. بس جد دبل كيل. مستحيل اكون انا الوحيد يشوف الاشي مش هسه وهيك طلعنا خسرانين مش عارف كيف. سبحان الله يا اللعبة مرة كنت اجيب اشي منيح تخرب السيرفرات بكل بساطة عادي يعني بس انه جبت ليف ذا جيم مش شرط يعني عادي مش اشي خطير تقدر عطول تطلعوني ياب لوست كونكشن تو هوست تعرفوا خلينا نلعب فري فور اول نجربها بس بدل من هالنقطة. شو قلكم فيرد؟ عرفتها هي المفروض الواحد بعد ما تقتل تاخذ الاشي. خلينا نلعب فري فور اول بعدين اتوقع بعد هنهي المقطع. تمزح اوكي نجرب سنايبر لانه هذا مبين عليه قوي خلاص نجربها. تمام بعدين نجرب توك سنايبر كيرن هاف بعدين نطلق سنابر و لوست كونكشن ياي بس لعبوني كمان مباراة عشان تنهي المقطع. يلا اختار خلينا نلعب كل كونفيرت. والله عن جد في اعداد عليها توقعتش. طيب شباب هذا هيك قصة المقطع ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب. ليش المخزن هو عن جد بيقعد يمشوا لأبصر كم من ثانية عليه بوقفه يعني بعطوك شوية أمل بعدين باخذوه منك. فايب هيك صارت المقطع إن شاء الله المقطع عجبكم لا تحطوا لايك شير أظن اللعبة بلشت تمشي. طيب شو هيك صار المقطع إن شاء الله المقطع عجبكم لا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب. بس هذا هو السلام عليكم.